أشقلوا. رغم الخسارة فاز المنتخب المغربي، فالأسود بصموا على مسار رائع خلال هذه البطولة. منذ بداية المشوار تركوا أثرا تاريخيا، كانوا في مستوى عالي، حققوا نتائج غير مسبوقة بعد أن تأهلوا لأول مرة إلى ربع النهائي متصدرين المجموعة السادسة بسبع نقاط كأول دولة عربية وإفريقية، وبلغوا المربع الذهبي برفقة وليد الركراكي، كما لم تدخل مرماهم إلا إصابة واحدة، ليكونوا بذلك أقوى دفاع. هي إنجازات توضح المكانة التي بات المنتخب المنطني يحتلها وسط أقوى المنتخبات العالمية. أسود الأطلس في مباراة اليوم بحثوا عن كل السبل لمواصلة المشوار، ولطالما بكينا فرحا منذ بداية المونديال، لكن اليوم شاءت الأقدار أن نبكي حزنا. أستودعكم الله إلى مباراة يوم السبت المقبل. الله يطولنا في عمره، وسبحان الله ربي كان بيقلب بالعزيز عما يسيبون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.